هذا وقد تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأقسام المختلفة لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ. استمع مدبولي رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول إنشاء الكلية في المحافظة والتي تنتج نحو 40% من الإنتاج السمكي على مستوى الجمهورية، ولتلبيه احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة والدولة بوجه عام. أضاف وزير التعليم العالي أنه في ظل التطور العلمي السريع أصبح من الضروري أن تهتم الدولة بإنشاء كليات للثروة السمكية لتطوير الإنتاج السمكي وسد حاجة المواطن المصري من البروتينات الحيوانية النيلية والبحرية بأسعار تتناسب مع المستهلك.